هنتكلم عن قفله الازواج من العلاقه الخاصه مع ست معينه اللي هي مراته. مبهدله طول الوقت، عادي ما هو اصله جوزي حلالي فعادي ان هو يشوفني وانا مبهدله. ريحتي مش حلوه، عادي ما هو جوزي فعادي ان هو يشمني وانا ريحتي مش نظيفه. عندي البريد مثلا، عادي ما هو لازم يستحملني امشي وانا مبقعه بحجه ان ده جوزي وان انا لازم اكون على طبيعتي طول الوقت. يعني بدل ما تبيني احسن ما فيكي بنطلع اسوأ ما فينا وقدام جوازاتنا مش قدام اي حد تاني. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. فيديو جديد وفيديو النهارده المتزوجات بس، وعايزه ابتدي معاكم الفيديو ده بسؤال وعايزاكم تحت في التعليقات تجاوبوا باه او لا. هل ممكن جوزك يقفل منك؟ هل ممكن لاي سبب في الدنيا بعد ما كان بيحبك وبيحب يقعد معاكي وبيحب العلاقه الخاصه ودايما بيطلبها، هل ممكن يجي عليه وقت ويقفل منك؟ يا ريت بس تجاوبوا في البدايه على السؤال ده. وخلينا يلا نبتدي في موضوعنا النهارده. من فتره انا نزلت ريل على البيج بتاعتي على الفيسبوك وكمان على الانستجرام، وبالمناسبه انا هسيب لكم لينك البيج بتاعتي على الفيسبوك عشان الفتره دي اكتب عليها، وكمان الناس اللي بتحب اللايف هتلاقوا هناك بقى دلع الدلع يعني، وفيديوز كمان مختلفه عن هنا. المهم ان انا نزلت الريل كنت بتكلم عن 5 حاجات ممنوع ان انت تعمليهم قدام جوزك. انا كان في مخيلتي ان الناس ممكن تهاجمني على فيديو زي كده، يعني كنت متوقعه الهجوم، بس انا كان حسبتي حاجه تانية خالص. كنت فاكره ان هم لما يهاجموني هيهاجموني عشان انا بتكلم في حاجات بديهيه جدا، اللي هو اي ست في الدنيا اي واحده متجوزه هتبقى مدركه تماما ان هي ما ينفعش تعمل الحاجات دي قدام جوزها. الغريب بقى ان هم هاجموني عشان انا اصلا طلعت قلت الحاجات دي، انه لا احنا بنعمل كده واكتر من كده كمان، فدي حاجات عاديه، وطالما هو جوزي فاحنا الاثنين واحد، وطالما هو جوزي فعادي ان انا اعمل كل حاجه قدامه. وبالنص كده في ناس قالت لي طالما هو جوزي يعني بينا بقى العلاقه وكده، وهشوف بقى جسمه كله وهيشوف جسمي كله، فاي حاجه في اي وقت تاني تبقى برضو متاحة على نفس النمط بتاع اي حاجة بتحصل في وقت العلاقة الخاصة. انا هبقى انزل لكم الريل ده هنا كمان، يعني ممكن على بكرة مثلا انزله لكم، لان احنا انا مش عارفة انتم متابعين معانا التحدي ولا لا، بس احنا ابتدينا من بداية الشهر تحدي ان كل اسبوع هنمسك موضوع معين ونتكلم فيه. فالاسبوع ده للمتزوجات، اي موضوع يخص المتزوجات احنا هنتكلم فيه. فاحنا هنتكلم على الحاجات اللي ممكن فعلا تخلي جوزك يقفل منك بسبب ان انت بتعمليها، والحاجات اللي اصلا الرجاله بتحبها والستات مش فاهمه ان هم بيحبوها فما بيعملوهاش. يعني هنتكلم في اكتر من موضوع كده ان شاء الله في الفيديوز اللي جايه، بس انا حبيت ان انا ابتدي معاكم بالفيديو ده عشان نبقى واضحين وعلى نور، ما بقاش انا بتكلم في ناحيه واصلا الناس مش مقتنعه بوجهه نظري وانا مقتنعه باللي انا بقوله. انا ما عنديش مشكله ان اي واحده تاخد راحتها مع جوزها على الاخر، براحتك يعني، دي حياتك ودي حياتك الخاصه بيكي انت وجوزك، وطالما هو متقبل منك اي حاجه كده ايا كان في مفهوم ناس ثانيه مثلا ان هي ممكن تكون حاجات شويه ما ينفعش ان احنا نعملها اصلا قدام اي حد. الحاجات دي يا اما بتبقى في الحمام يا اما بتبقى بيننا وبين نفسنا، ما ينفعش ان هي تبقى قدام جوزك. فكل واحد حر في قناعته، مفيش اي مشكله لو هو قابل منك حاجه زي كده. انا عندي مشكله في حاجه واحده بس، ان انا اوصل للجيل اللي جاي او اوصل لعروسه داخله على جواز او اوصل لاي واحده متجوزه انه ده عادي واعملي ده عادي، فهي بقى جوزها يبقى بيقرف مثلا من حاجه زي كده فتلبس في الحيط. فانا ما عنديش مشكله ان كل واحد يعيش حياته بالطريقه اللي هو عايزها، بس ما نفرضش على غيرنا ان هو ده الصح، ما نوصلهمش اصلا ان هو ده الصح. بعد ما فتحت الموضوع ده وشفت تعليقات الستات المتزوجات على الكلام اللي انا قلته في الريل ده، اكتشفت ان في ستات كتير قوي او متزوجات كتير عندهم خلط او لبس معين في الموضوع ده، ما بين ان انا المفروض اكون شخص على طبيعتي جدا بعد الجواز، ما اقعدش اتكلف كده في كل التصرفات وفي كل التفاصيل بتاعه الحياه، واعظم وافخم وانفخ في الراجل اللي معايا واعمل له حساب طول الوقت واعمل حساب لحركاتي وهمساتي والحوارات دي، وقت كمان ما اكون مثلا ان انا تعبانه فطبيعي ان انا مش في احسن حالاتي وطبيعي ان انا يعني ممكن اكون مبهدله عادي، وما بين انه مثلا عشان في العلاقه الخاصه او ان ده جوزي فده حلالي وفي حاجات كتير حلال وتجوز وكده، ان انا اخد على انه كل حاجه حلال وكل حاجه مباحه وكل حاجه تجوز طالما هو ده جوزي، وما بين ان ده يكون الستايل ونظام حياتي اللي انا عايشه عليه. مبهدله طول الوقت، عادي ما هو اصله جوزي حلالي فعادي ان هو يشوفني وانا مبهدله. ريحتي مش حلوه، عادي ما هو جوزي فعادي ان هو يشمني وانا ريحتي مش نظيفه. عندي البريد مثلا، عادي ما هو لازم يستحملني امشي وانا مبقعه وادخل الحمام اقلبه واقلب ريحته واخرج عادي واسيب الفوط بقى تبقى موجوده في الباسكت، عادي ما هو جوزي بقى وقاعد معايا فانا المفروض ان انا اخد راحتي والمفروض ان هو يقدر. عايزه اقول لكم على حاجه، احنا كستات وبنات من اول ما البنت بتبقى لسه صغيره كده بتقول على السكر اكر
بالفطرة بالفطرة بيبقى عندنا ميل وحب لكل حاجة حلوة، بيبقى عندك ذوقك الخاص كده والتاتش بتاعك في البيت بتاعك، مثلا في اي ديكور بتختاريه للبيت، بيبقى عندك ذوقك الخاص في اللبس بتاعك، في الميك اب، في طريقه تعاملك مع الناس، في اخلاقك، في شياكتك، في كل حاجه، في كل تفاصيلنا تقريبا. احنا بالفطره بنميل حتى ان انت تتزيني تتجملي لجوزك، طبعا وانت المفروض تتزيني وتتجملي لجوزك في البيت، ان انت تبقي في احسن حالاتك، يعني مش ان انت تقلبي الموضوع طالما هو جوزي وحلالي فانا عايزه ان انا افضل مبهدله طول الوقت، وقت ما اخرج ابقى اتشيك وابقى اهتم بنظافتي الشخصيه وابقى احط ميك اب واعمل كل حاجه حلوه، لكن طالما هو جوزي ده جوزي يعني جوزي فاحنا واخدين على بعض فانا لازم ابقى على طبيعتي، يعني امال هفضل طول الوقت يعني على سنجة 10؟ فليه في ستات مصممه ان هي تكون على عكس طبيعتها اصلا، على عكس فطرتها، يعني بدل ما تبيني احسن ما فيكي بنطلع اسوأ ما فينا وقدام جوازاتنا، مش قدام اي حد تاني، قدام اقرب شخص ليكي بحجة تاني، بصوا المرة ال30 بحجة ان ده جوزي وان انا لازم اكون على طبيعتي طول الوقت. احنا دلوقتي مش بنتكلم على واحد هتقضي معاه يومين ثلاثة وخلاص والموضوع انتهى، احنا بنتكلم على علاقة طويلة الامد. فلو انت طويلة المدى او طويلة يعني طويلة، علاقة على المدى البعيد هي طويلة. فلو انت دلوقتي شايفة نفسك ان انت حلوة وفي كامل شياكتك وانقتك في كل الاحوال ويا ارض تهدي ما عليكي قد وكده، بعد كده ومع السنين خلاص يعني بنتعود بقى على شكل بعض، مش هقولك ان انت هتبقي وحشة اكيد يعني، ولا هقولك ان انت هتعجزي يا ستي، يعني بعد 10 سنين هتبقي لسه برضو يعني لسه شباب وكده ولسه في ريعان شبابك وكل حاجة، بس خلاص هيبقى تعود على شكلك ده. فانا من الذكاء لما علق جوزي بيا ما علقهوش بالشكل بالسحنة اللي هو شايفها طول الوقت دي، علقه بحاجات تانية تخليه وقت ما يجي على باله، وقت ما يفتكرني يفتكر ست جميلة ونظيفة وانيقة وشيك واخدة بالها من نفسها ومميزة وعندها ثقة بنفسها، يبقى طول الوقت شايفني بصورة تحليني في عينيه من غير اصلا مبذل اي مجهود في شكلي، ان انا احاول خلاص الشكل هو اخذ عليه من الاخر يعني خلاص. لكن لما انا بعلقه بحاجات تانية تخليني طول الوقت لما اجي على باله يفتكرني، لا قدر الله حتى لو حصل انفصال منكم في يوم من الايام هو هيبقى فاكرك بالحاجات الحلوه دي، مش بالتصرفات اللي انت كنت فيها بتاخدي راحتك وعلى طبيعتك قوي وفاكره انه ده العادي عشان ده جوزك. فانا عايزاكي تفكري فيها كده، لو مثلا جوزك جات له سفريه شغل او هو لو حتى قاعد في الشغل هيقول ده انا كنت سايبها مثلا ست جميله واقفه بتطبخ لي اكله حلوه واخده بالها من نفسها قاعده شيك قاعده حلوه كده في البيت، ولا تخيلي لما تبقي انت بتيجي على باله ويفتكر اه دي كان عندها شعر مثلا في رجليها كان شكله يعني صعب قوي وكانت قاعده عماله تشيله قبل ما انزل انا الشغل، او ده اليومين دول هي عندها اصلا البريود فانا كنت سايبها وهي كانت مبهدله في نفسها وكانت ريحتها صعبه قوي وهي مش واخده بالها. ونيجي نكلم المتزوجات في موضوع زي كده تقولك ما هو اصل جوزي ما هو اصله قاعد طول الوقت. لا معلش هو مش قاعد اكيد طول الوقت، اكيد يا بينزل شغل يا بينزل يشتري حاجه يا بينزل يقعد مع اصحابه على اي قهوه يا اما بينزل يصلي بيعمل اي حاجه بينزل. فليه احنا بنأجل كل الحاجات اللي في الدنيا وفي الدين اللي ممكن نعملها في الحياه لحد ما جوزي يكون قاعد وعاملها قدامه، في حين ان انا ممكن اعملها في الفترة اللي هو بينزل فيها؟ يعني ليه بنلم كل الحاجات المقززة وكل الحاجات المقرفة لأي بني ادم اي انسان عادي ماشي معدي كده هيبقى بالنسبة له الموضوع ده مقرف جدا، وانا اصمم ان انا اعملها في الوقت اللي جوزي قاعد فيه وما اعملهاش في الوقت اللي هو نزل فيه، واختار الوقت بقى اللي هو قاعد فيه اعمل حاجات كويسة؟ اكيد مش هتظبط معانا كل مرة وفي كل الاوقات، واوقات بنبقى عايزين مستعجلين وعايزين نسعف نفسنا والعيال ضاغطين علينا ومفيش وقت اوكي، بس ما يكونش هو ده نمط الحياه العادي، ما يكونش هو ده اسلوبك اصلا. احنا كستات وبنات من اول لما بلغنا من اول مره جات لك فيها البريود واحنا واخدين على شكل الدم وعلى ريحته ومتعودين على ان الموضوع ده بيجي لنا كل شهر عادي. الرجاله لا، الرجاله ما تعرفش الكلام ده خالص، هو مع مامته مع اخته. انت افتكري ايام زمان وانت مثلا في بيت اهلك مع اخوكي كنت بتتداري من الموضوع ده ولا كنت عادي بتتعاملي بجرأه وعادي؟ مامتك مع باباكي كانت بتتعامل عادي ولا يعني كنتوا بتنزلوا كده في الدره وتجيبوا الفوط الصحيه ومش عارفه ايه؟ يعني كان الموضوع فيه حساسيه شويه بالنسبه للشباب، فهو مش واخد على الكلام ده زينا، احنا اصلا بالفطره واخدين على الحاجات دي عادي بالنسبه لنا عادي، هو لو صباعه اتخدش كده بس خدش ايه الايام تقوم ما تقعدش، الدنيا بجد بتتهد على خربوش صغير، فهم مش واخدين على الحاجات دي. انا عايزه اقول لكم على حاجه، في حديث عن الصيام عن ربنا ان هو بيقول فيه لخلوف فم الصائم اطهر عند الله من ريح المسك.
ليه يعني هكتب لكم نص الحديث اكيد يعني. ليه ربنا ممكن يتكلم عن حاجه زي كده، عن خروف فم الصائم اللي هو يعني ريحه بق الصائم؟ ليه ربنا بيعظم ويكرم ويحببنا في حاجه زي كده؟ لانه معروف بسبب منع الطعام والشراب في فتره الصيام ريحه البق بتاعتنا بتتغير، ده وضع طبيعي وعادي يعني. فليه ربنا عشان يعني طيب بخاطرنا كده وعشان يشجعنا على الصيام وان دي حاجه كويسه، وانا عارف الموضوع فيه مشقه وان الموضوع مش حلو ان ريحه بق الواحد ما تبقاش حلوه، ولو حد شمها وانت صايمه كده وقربتي منه وشمها هتبقى الريحه صعبه، ليه ربنا بيصور لنا على انه الريحه دي اللي هي بالنسبه لنا احنا بينا وبين بعض كبشر ريحه مش حلوه، ان هي عنده اطيب من ريح المسك؟ لانه في حاجات بالنسبه للبني ادمين العاديين بينا وبين بعض كده هي يعني سوري يعني معلش مقززه او مقرفه او يعني مش احلى حاجه ان حد يشم منك ريحه مش حلوه كده، حتى في بعض الاوقات ممكن تكون مؤذيه. والرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم على ان لو واحد واكل ثوم او بصل ما ينزلش يصلي جماعه عشان ما يأذيش الناس اللي حواليه بريحه بقه، ان هي تبقى مغيره من طعم البصل ومن طعم الثوم. فدي حاجات ميختلفش عليها اتنين، يعني حاجات معروف ان هي مش حلو، مش حلو ان البني ادمين يشموا من بعضهم روائح مش حلوه كده. فتخيلوا ان اكتر من واحده بتكتب كده عادي عادي قدام الناس كلها ان ده احنا الاثنين بنعمل بومبا في وش بعض عادي، ده انا بدخل التويلت وبسيب الباب مفتوح وهو قاعد بره عادي، ده احنا مش عارف، ده انا ما بيحلليش ان انا اعمل سويت غير وهو قاعد. انا قعدت افكر فيها كتير بس انا حقيقي مش شايفه ان في اي سبب في الدنيا يخلي حد يتفاخر ويتباهى بحاجه زي كده، يعني حتى لو بينكم وبين بعض اوكي عادي، لا ما تصدريش بقى للجيل اللي طالع او للبنات مثلا لسه ما اتجوزتش او للعرايس او لواحده متجوزه وعايزه ما بتعملش كده ان ده عادي. انت جوزك ما بيقرفش من حاجه زي كده، بافتراض ان هو فعلا ما بيقرفش، لا جوز غيرك ممكن يقرف وممكن يسيبها بسبب الموضوع ده اصلا. بصوا بقى، عارفين دكتورة سماح في القناة اللي هي بتاعت يعني القناة بتاعتها على اليوتيوب اسمها بعد 20 سنة جواز، كانت بتتكلم عن قفلة الأزواج من العلاقة الخاصة مع ست معينة اللي هي مراته، أو قفلته منك انت لشخصك انت هو الراجل قافل منك. فهي شبهتها في الوقت ده تشبيه لطيف أو بصراحة، قالت مش في أوقات احنا بنحب مثلا أكلة معينة بيبقى بنحب أكلة معينة قوي قوي، بنحب مثلا المكرونة بشاميل، البانيه، الفراخ المحمرة في الفرن، صينيه بطاطس محمره بالفراخ وكده، وبعدين يجي حد مثلا تشوفيه وهو بيطبخ الاكله دي بطريقه معينه او تدوقي منه نفس الاكله دي وبعدين تحسي ان طعمها وحش مثلا او كده فتقفلي من الاكله خالص، او انت مثلا شفتي الراجل اللي هو بيعمل الاكل شفتيه بقى وهو العرق بيشر وهو يعمل كده ويطش العرق في البتاع السخن يمتش، انت متخيله انا بوصف لك ايه؟ مقززه طبعا. او مثلا ان هو قاعد في مكان مش نظيف وبيغسل في البرميل البطاطس وبيقشرها كده بسكينه مصديه وبعدين قدم لك صينيه البطاطس على طبق من فضه، انت هتاكليها بنفس راضيه؟ فممكن الواحد يبقى بيحب اكله قوي 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 ويجي يدوقها من ايد حد ويجي يشوف الاكله دي اتعملت ازاي، الشخص اللي طبخها ده طبخها ازاي، او مثلا ياكلها من ايد حد وتبقى طعمها مش حلو خالص فيقفل من الاكله نفسها، يقفل من الاكله بسبب الشخص اللي عملها مش بسبب ان هو اصلا ما كانش بيحب الاكل ده، هو كان بيحب الاكل وكان بيحب كان بيحب العلاقه معاكي وكان بيحب يقعد معاكي وكان بيحب يبقى قريب منك وحابب مفهوم الحياه الزوجيه بكل تفاصيله، فانت ممكن بدون قصد تقفليه بسبب التصرفات دي. فهي بالظبط زيها زي الاكله، احنا ممكن حد يفتح نفسنا على اكله معينه وممكن حد يقفلنا منها على طول، خلاص انا استحاله ادوق الاكله دي، اكلتها مثلا مره وكانت ملوثه وقمت بعديها رجعت خلاص استحالة ان انت لو مين قالك بعملها ايه خلاص انت قفلت من الاكلة دي. فالعلاقة الزوجية او العلاقة الخاصة بينك وما بين جوزك هي شبهتها بالظبط بالاكلة، ممكن جوزك يقفل منك. احب بقى ان انا اجاوب لكم على السؤال اللي احنا اتكلمنا فيه في البداية او سألته لكم في البداية، ايوة ممكن جوزك يقفل منك بسبب ايه؟ بسبب تصرفاتك. بصوا المواضيع اللي احنا نتكلم فيها دي انا عارفة ان هي ممكن تزعل، بس خلينا احنا كده بينا وبين بعضينا نلم الدنيا، لانه في كمان اوقات ناس مش بتعمل غلط بس كمان بتبرره. يعني في ستات او مثلا متزوجات بيبقوا متوقعين افرض انا عايشه لوحدي بره مثلا، او افرض انا مفيش غير جوزي هو اللي لازم يساعدني مثلا ان انا اعمل حاجه معينه عشان انا تعبانه. اولا مبدئيا يعني لو ما اتحطيتيش في الموقف ده خلاص ما تقدريش البلاء قبل وقوعه،
يعني مفيش داعي ان انا اقول لا ارسم في خيالاتي بقى، لا اصلا هو جوزي ومحدش قاعد معايا وبيا غيره، لا ما نقدرش البلاء قبله، ممكن ده ما يحصلش اصلا، وربنا اذا كلف اعان. فانت لو ربنا حطك في اي موقف ايا كان هو ايه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فانت ممكن جوزك يخدمك فتره انت تعبانه فيها ويسندك ويدخلك الحمام بعد الولاده، يعني السيزيريان خاصه قبل بقى ما يظهر الحوار اللي هو ولاده بدون الم والكلام ده، ما كنتش حتى بتقدري تقومي تدخلي التويلت لوحدك وترجعي. فلو ما فيش غير جوزك خلاص، يعني دي كيس خاصه، دي حاله خاصه ما حدش يقدر يفتح بقه فيها ولا انا ولا اي حد تاني في الدنيا، لكن ما يكونش هو ده المبدا العادي اللي بتعامل بيه. فانت خليكي متاكده لو ربنا حطك في اي موقف، يا هيسخر لك حد يخدمك في الوقت ده اللي انت محتاجه فيه، ان بني ادم تاني في الحياه يساعدك فيه، يا اما هيديك القوه والقدره ان انت تقدري تقومي بالموضوع ده ايا كان هو صعب ازاي، يا اما مش هيحطك فيه اصلا من الاساس، هيديه لحد هو قادر عليه. فاحنا ما نجيبش الحالات الخاصه ونتكلم على اساس ان هو ده العام او هو ده الاساس. انا كان لازم ان انا اتكلم معاكم في الموضوع ده النهارده، ولازم يعني احط كده زي ما بيقولوا النقط على الحروف، عشان لما اجي اقول لك جوزك لو عملت قدامه 1 2 3 هيقرف منك، هيقفل منك، ممكن ان هو يعني علاقه ما بينكم تبوظ بسبب الحاجات اللي هي ممكن تكون بسيطه واللي انت ممكن تعمليها حاجه خاصه جدا المفروض ان هي تتعمل يعني من غير ما هو يكون موجود او مش قدامه، تدخلي اوضتك كده وتقفلي عليكي باب اوضتك وتعملي الحاجات اللي انت عايزاها، تطلعي في كامل شياكتك وفي كامل اناقتك، وما بين الحاجات اللي احنا بيبقى في اعتقادنا ان هم مثلا ممكن يكونوا يعني بيقرفوا مننا من حاجه زي كده او بيتضايقوا لما بيحصل حاجه زي كده، وهو لا الرجاله على قلبهم زي العسل وبيحبوها جدا. فعشان نبقى بنتكلم مع بعض نبقى احنا الاثنين ايه زي ما تقولوا كده متوافقين او على نفس الخط، يعني ما بقاش انا بتكلم مثلا في ناحيه زي ما قلت لكم الريل اللي انا نزلته، انا اصلا فاكره يوم ما هيجي لي هجوم هيجي لي على انا بتكلم في حاجه بديهيه وعادي، وايه اللي انت بتقوليه ده، انت طالعه تعملي شو اصلا على حاجه معروف يعني ان احنا مش هنعمل كده قدامك وذاتنا. انا اللي لقيته اللي اتصدمت بيه انه التعليقات بتهاجمني انه لا احنا عادي ونعمل البومب في وش بعض واسيب باب الحمام مفتوح، وبصوا كلام اجرأ من كده بكتير مفيش جاي ان احنا اصلا نتكلم فيه. بس كده دي كانت كل حاجه الفيديو النهارده، انا اكيد هستنى رايكم تحت في التعليقات، ورايكم هل فعلا يعني يجوز او مسموح للزوجه ان هي تاخد راحتها قوي 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 كده وتفتحها على البحري مع جوزها، ولا برضو حتى لو هو جوزي وحبيبي وحلالي ودنيتي كلها والمفروض ان انا اكون على طبيعتي، برضو بيتفضل في شويه حدود ما ينفعش ان انا اخد فيها راحتي كده على الاخر. فانا هستنى اعرف رايكم تحت في التعليقات، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي على خير. سلام.